ليش يا فريد تريد تترك أمك؟ هذا قرار أنا عملت به من ذي قبل. ليش؟ كل هذا عشان زهرة اختارت بدر وما وافقت عليك؟ لا تقولي ما وافقت عليك يا أمي، ترى هذا اللي صار يا ولدي. لا يعني بس هي ما وافقت إنها تعيش حياة التميز والإبداع، وهذا شأنها وأنا حزين كثير عليها. كيف؟ أنت حزين عليها؟ طبعاً، لأني أنا لمست فيها موارد طيبة من الأفكار، بس على ما يبدو أنها تريد تعيش حياة بسيطة ومتواضعة. إنزين يا ولدي، وإيش أحسن منه أن الإنسان يعيش حياة بسيطة؟ أنه يعيش حياة متميزة مليئة بالإثارة والإبهار والتدفق. يا ولدي، كل واحد وياخذ نصيبه، وكل واحد ويقرر مصيره. أنا قررت مصيري إني أترك حياتكم العادية هذه وأنسحب. يعني خلاص؟ هذا آخر كلام عندك؟ يعني ما ترحم قلب أمك اللي يظل حاتي؟ يا أمي، اتركي هذه المثالية من فضلك.
الله يسامحك. يلا أنا رايح. لحظة فريد، خذ يا ولدي يمكن يساعدوك بشيء. انت ما قلتي انه ما عندك فلوس؟ انا تصرفت، هذا اللي قدرت اوفره لك. عموما انا رايح. الله ما حاله، نعم ما حاله ابدا ما حاله. كل ما قدمت راي سقط، كل ما قدمت راي سقط. هذا رمضان بغيره، انا بغيره، ما ابغاه هذا رمضان. نعم والله ما حاله، نعم ما حاله، البر ما حاله. ها ثابت بشر، مو تشوفني جالس اغني؟ جالس اغني؟ لا لا شوفك جالس تكلم نفسك. ما عليها ابوي، خيرها بغيرها، خيرها بغيرها. واغيابك يا رمضان واغيابك. ايش قصدك يعني؟ ايش قصدك؟ ابوي ما قلنا شيء، ما علي، يلا خيرها بغيرها، خيرها بغيرها ان شاء الله. والله هذا الناس ما يتساعدوا، نعم ما يتساعدوا ابدا. زين انت الله يبارك فيك، طلعت من الدرامات وطلعت من الصعده، ايش جاك؟ ترى بعد المخاسير ذي كلها سقطوني في الشارع، الله يهديهم. نعم يلا ما عليه، تراي الثاني ان شاء الله بتنجح. زين وهنا ابو الخير اشوفه ما طلع. ابو الخير بعد ما قدمت تراي ما شفته، بيكون دخل معهم يتنازع ولا شيء؟ ما اعرف والله. يمكن يكون ناجح. ناجح ما دام ثابت، ما نجح انجح ابو الخير. هوا ها كانه هو اللي خارج تو هنا. ابوي النتيجه باينه فوقها، شوف ها، شوف حالته ها. ها ابو الخير بشر. ايش بشر؟ ما تشوف فوقها ناقه؟ ما علي بابو الخير، انا عوضها ان شاء الله في التراي الجاي ان شاء الله. وليش عاد؟ كيف ليش عاد؟ ترك ساقط انت؟ ومن هذا الغبي اللي قال هذا الكلام؟ ثابت؟ لا اخوي صح معلوماتك، هذا هو الليسن. نجح؟ معلوم؟ ايش بنلعب؟ نحب نلعب؟ اه نسوي لك واسطه. نعم ماشي واسطات هني بالشطاره والمفهوميه. انا دقهم بابوي. شوف ساعه عنيا ابو الخير، حرسني. كيف يعني بتجلس طول النهار تتاسف؟ والله انا ما اقدر اقول اي شيء، وادي تصرفك العفاني، كنت خايف تزيد عنادك تختاري فريق. لو عاندت في هذا الموضوع اكون عاند نفسي مع حد ثاني. للاسف بعض الشباب لمجرد ان اتكلم مع وحده او ركبت معاه في اي ظرف من الظروف يضمها في اللائحه السوداء. بس البنت عاقله، خلي الامور طبيعيه، ومجرد ما تتفق مع واحد على الزواج خليه يتقدم. انزين ما قلت لي انت ايش قررت؟ انا استعد حتى يضمنا بيت واحد. اقول الاخ ده ما حد غيره بيشتغل؟ ما حد؟ كثيرين واجد. شوف كل ما بغينا نركب تاكسي توقفنا انت. بده يكون حد مخلنا يتبعنا. من قصدك؟ اصلا احنا ما نسوي شيء غلط حتى يتبعونا. انا امزح الله يهديك امزح. اصلا ما حد يتبع حد الحين، هو يركض وراه ويسبقه. يا اخوان شغل التاكسي زينه بس تعب ترى. قول له ذا، قول الحين ما اخذ ليسن وباقي سوق تاكسي. قول له اول شيء ما في شغله وما فيها تعب، ثاني شيء انا عاجبتني ذي الشغله. زين وايش رايك اني افكر اترك التاكسي؟ وابوي واحنا من شلنا؟ صبر شوي انت ثابت صبر. وليش الاخوه تبغى تترك التاكسي؟ انا اشتغلت في التاكسي لسبب واحد والله وفقني في السبب اللي بغيته. قلت لك ان هذا الانسان يراقبنا. ايش يراقب فينا الله يهديك؟ اللي مثلي مثلك بعد يتراقبون؟ انا احسن اتكلم بسرعه قبل ان تفسر كلامي بالخطا. عاجبنك كذاك؟ جبت لنا الكلام؟ انا ما قلت شيء. بعدك ما قلت شيء بعدك؟ خلي العيال يكمل كلامه. زين ابوي انا ساكته. كمل قول قول، انا ما اتكلم. قول الحقيقه. انا وفرت وكسبت من التاكسي المبلغ اللي ابغاه في فتح الجراج. جراج؟ الاخ ميكانيكي؟ هي نعم ميكانيكي، تعلمتها من ابوي ودخلت التدريب المهني وتو تراني بمارس المهنه. سمعت ثابت الكلام الزين؟ سمعه
والله انك كبرت في عيني اكثر. شوف اشوف الاخ في عينك. وحصلته؟ اه. زين والتاكسي ايش بتسوي فيه الاخو؟ افكر اجره. بس وصلنا. المستاجر موجود. من؟ محدثكم ابو الخير. تفضلي يا خالتي، زميلاتي بعد هذيك المرة وهم يتعاملوا معاش. احسنتي يا زهر. وان شاء الله دائما تعجبهم خياطتي. ان شاء الله. شوفي هذا الخلق البنفسجي حال عص صديقاتي وباغتلنا حال عرس اختها. تفضلي. ان شاء الله بسويه. خالتي؟ خير ايش فيش؟ ما انتي خالتي اصيله البشوشه؟ ما في شيء يا زهره، بس اللي حازف نفسي ان والدي فريد ترك البيت. اول شيء فريد ما صغير ويعرف مصلحته، وثاني شيء يا خالتي تاكدي انه بيرجع وبيزوج. اتمنى والله يا زهره. المهم يا خالتي ودري انتي عنش هذه الافكار وركزي على ملابس الناس. بالضحكي يا زهره لو قلتلك انا في ايش افكر. خير؟ انا يا زهره من كثر الملابس اللي عندي قمت اوزع واجر على حسابي، لان جاراتي يجيبن، وانت الله يبارك ما مقصره دائما تجيبي، وزميلاتش بعد. لا وفوق هذا المحلات بعد ياخذن من عندي. فجلست افكر يا ربي ايش اسوي. قلت في نفسي ماشي غير اني افتح مصنع للملابس العمانية. يا مرة واحدة مصنع للملابس العمانية؟ أنا ما قلت لك إنش بتضحكي علي، لكن أقول إيش ترى حلم هو كلام. الحلم يا خالتي ممكن يتحقق ويكون حقيقة، وبعدين أنت تخيطي ثياب الحريم بطريقة جديدة وحسب الموديل اللي هم يريدوه. بصراحة فكرة زينة ان يتم انشاء مصنع تحت اشرافك بالكامل. تاخذيني على قد عقلي شي يا زهره؟ صدقيني يا خالتي لا. وبعدين تعرفي مشروع مثل هذا يبغى له دراسه شامله ووافيه. بنات من ذيله؟ اي بنات خالو شامله ووافيه شي. يا حي الله باللي زايرنا، والله اني فرحان وسعيد يا ابو راشد بوجودك. هذا من طيبك يا ابو الخير. هذا انا جالس انتظر طول الوقت لغايه ما يجي بدر، والحمد لله انك انت جيت، ولا كنت انام قدام ذا البيت. هين بيت الله يهديك يا ابو راشد. هاي هذا هاي يسمونه شقه. الناس هنا تعيش كلها في شقق شقق، ما مثل عندنا في البلد ذيك البيوت الكبيره، وذاك الهبوب يجيك من كل صوب، ذاك الهبوب السنع الزين. اي والله اي والله والله كلامك صحيح يا ابو الخير. نعم عدنا الله يسلمك يا ابو راشد. من اليوم بديت اشتغل تاكسي. تاكسي؟ ما شاء الله ما شاء الله، زين والله زين. بعد اقول ابو راشد كيف حال البلد واهل البلد كيف حالهم يا ابو الخير؟ البلد واهل البلد مثل ما تحيدهم وما تغير شيء. والله يعز علي اترك ذاك المكان الطيب. يعز علي ابو الخير. مالك اشوفك كانك متضايق. لا لا ابدا يا ابو راشد، بس ناك شويه احسن. المهم خير ان شاء الله. زيارتك هاي لها سبب؟ انا جاي اسوي فحوصات في هذا المستشفى الكبير اللي هنا، مرسول من هناك. خير ان شاء الله. سلامات يا ابو راشد. خير ايش فيك؟ الله يسلمك. فحوصاتي بكره، وقلت انا ما دام اني موجود في مسقط امر اطمن على ابو الخير. الله يسلمك. المكان مكانك يا ابو راشد، وانا ان شاء الله من باكر براجع معك. ما تقصر ما تقصر يا ابو الخير، بس اقول وين بدر؟ ما اشوفه بدر. الله يسلمك، هذه الايام يستعد حال الزواج. مبروكي وقبالك يا ابو الخير. ايش عقبالي يا ابو راشد الله يهديك. أنا بعد المرحومة ما فكرت في الزواج يا أخوي. المرحومة وهي عايشة مأدبتني. نعم وهي ما موجودة بعد مأدبتني. إيه حريم أول.
شاء الله مرة قياسة الدجاج راح تنسى خاتي إن شاء الله عاد أشوفه فوق ليلة العرس. إن شاء الله الله يطول عمرك يعطيك العافية إن شاء الله. أثنيها تلمع أثنيها تلمع نعم كأنها هلال 14. هيا ثابت يا أخوي هذا عرس بدر والدختي ولازم عاد أزفها بسيارتي لازم. أنا عارف أن هذا عرس ودختك بدر لكن هلكتي عذبتني تعبتني. على أمك الله يهديك يا ثابت تاخذها النفخات وتصير تجلس الفخ. يلا سير تجلس الفخ. يلا ما أسوي؟ انفخ أنا وبعدني وتشايب وأنا انفخ. ها تحرك يلا خلصنا متأخر يلا سير سير. شوف انت ها يلا يلا بسرعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. حي الله ابو راشد كيف الحال؟ الحمد لله الحمد لله اني حصلتك قبل لا ارجع البلد. نعم ها طمني كيف الفحوصات طلعت؟ الحمد لله انا اطمنت بعد كل شيء زين. يعني كل شيء طلع زين؟ الحمد لله. كيف خلوك تفحصني؟ من هم؟ الاطباء في المستشفى اقصد اللي في البلد. ولد الحلال هذا شوري انا. كيف يعني؟ الله يسلمك الدكتور اللي في البلد قال لي انت صاحي مجرد تعب وتحتاج لراحة. زين وبعدين؟ عاد انا ما صدقته ظليت اوسوس. اسمح انت معقول الله يهديك يا ابو راشد ما صدق كلام الدكتور وهو اللي ادرى؟ كلام الناس يا ابو الخير. حد يقول الطبيب ما يعرف شيء، حد يقول المرضى ما يكشف عليهم زين، حد يقول المستشفيات والمجمعات الصحية اللي موجودة في الولايات ما فيه اجهزة. سمعت هون الناس وين الناس؟ هذا انت تأكدت بنفسك وهذا كل اللي يقولوه مجرد وهم. على رايك انه مجرد وهم. المهم يا ابو راشد الحين انت كمل زينه السياره مع الاخ ثابت. يلا ما اعرف ها ما تبغى شيء ابوي ينفخ النفاخات وجيت اصدق بس. اي والله يلا يول يلا اي والله يلا ابو نفاخات وين وصلت؟ فين حب؟ ما عليه ما عليه كملوا 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 انا حب كملوا كملوا وانا بطلع عند المعرس بجيكم. يلا كملوا حب. جاهزين ما شاء الله ربيع عندك خبره في هذه الامور. اكيد يا اخي كل ما تزوج واحد من الشباب توليته. وانت من تولهك؟ تولاني زماني. ها المعرس ها خالي ها طمني كل شيء زين معلوم. وبعد شوية بتوصل الفرقة الشعبية. اوه عال بيصيح الكاسم والرحماني ها؟ ما يحتاج. يا خالي أنا أقول الصراحة بلا هذه الفرقة الشعبية. سمعت؟ ومن متى يستوي عندنا عرس وما نسمع فيه صوت الدندن؟ يا خالي أنا كان من رأيي نوفر مبلغ الفرقة حق الفندق. فندق؟ أي فندقة؟ بدر يا عمي ناوي يشيل عروسة الفندق. يلا خذها. وهذا الكلام من متى؟ كيف يعني من متى؟ هذه العادة ما قالت في زمان. ولا سمعت عنها في هذا الزمان. الحين كل الشباب اول ما توصل لهم عروستهم يروحوا يجلسونهم كم من يوم في الفندق لوحدهم. وليش هذه المصاريف الزايده يا بدر؟ فكر يا ولدي في الفلوس اللي تروح من غير داعي. يا خالي يا خالي هذا نوع من التجديد. وبعدين تراها مره واحده في العمر الواحد ما يتزوج كل يوم. لا بغيت ازيدك من الشعر بيت بعد. لك انت محضر قصيده؟ لا بس بغيت اقول لك ان صاحبنا ناوي يسافر. سافر وين؟ عليك خالي احنا نعرف الاصول الهنيمون. الهنيمون في اي ولايه هذه بعد؟ شهر العسل يا عمي شهر العسل. شهر العسل مزرعه من؟ خالي خالي شهر العسل هو شهر الزواج الاول. يعني اي واحد يتزوج ياخذ زوجته ويسافر هو وياها بنفسهم وهذا يسموه شهر العسل. وليش تسافر والعسل هني موجود؟ تريد عسل نحل موجود، المناحل كثيرة، عسل تمر موجود، اختار العسل اللي تريده وتمردغ فيه على راحتك. انت جاهز الحين يا معرس. مبروك مبروك يبارك فيك.
يا خالي، شكرا على كل المجهودات اللي بذلتها، ولو اني ما معك المصاريف اللي صرفتها في العرس هذا كله، لاني ما اتمنى لك الا التوفيق يا ولدي. يلا عاد اروح انك راح اتكشخ واضرب لي الخنجر السنعه واتصفى بيتي. زين يلا. لحظة. نعم خير. يا ولدي وقفت موقف الأخوة المعوقين. وينهم هم الأخوة المعوقين؟ أنا أقول يعني ما دام إن الموقف مخصص لهم المفروض تحترم هذه اللائحة، يعني مسألة إنسانية. أنت في أي زمان عايش؟ في هذا الزمان؟ لا، الظاهر عليك عايش زمان غير هذا الزمان. وبعدين يا أخي ما أول واحد أنا يوقف في هذا الموقف. وأنت لازم تقلد اللي يسوي غيرك؟ أوهو، أنت كذي ضيع لي وقتي. وأنت تأخذ مكان ما مكانك؟ يا أخي شوف لك موقف ثاني. وأنت ما سمعك تكلمني بهذه الطريقة؟ يعني ما عيبتني بطريقتي في الكلام؟ لا، لأني ما أحب حد يأمرني. ليش فوق راسك ريشة؟ بعدين عن الغلط. وأنا بعد ما غلطت عليك، لا قلت لك أنك ما تحترم اللوائح، ولا قلت لك أنك ما عندك تربية لأنك ترادني، ولا قلت أنك ما فيك ذمة لأنك توقف في موقف الأخوة المعوقين، ولا قلت لك انك انسان مخرخش وخريش وما تحترم حد، ولا قلت انك بس خلاص. وانا ما بنقل سيارتي من هني، وانا ما بتركك. كيف يعني؟ بطلع الخزران من التاكسي وبهفسك هفاس. يا طلع سيارتك من الموقف هذا. يا ما تطلع الخزران من التاكسي. انا ما بطلع سيارتك. موقف الاخوان معوقين ثاني. ها هذا كل شيء من الموقف هذا. انت فاهم شو قاعد تعمل؟ هذا بطلع سيارتك. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام ورحمة الله. أقول عمي، أنا بصراحة متورط وريد مساعدتك شوية. خير يا ولدي، خير منك. بصراحة أنا محتار، ما أعرف كيف أبدأ. لا تحتار يا ولدي، قول تكلم. شوف عمي، الحين أنت لا تعرفني ولا أنا أعرفك، وهذا الشيء ما طيب إني أطلبه منك كذي أول مرة. بس الحاجة تكلم، قول إيش عندك. ما قادر نفسي، ما تطاوعني، أخاف تفهمني غلط. وانت مسوي نيه غلط؟ لا ابدا يا عمي. حسبتك اول بس ما اعرف وين ابدا، هي هذه المشكله. ايش شغلك انت؟ ما عندك شغله سير عندك. انا عمي صبر. قول كلم. وعندك الحقيقه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اي قاعد الحقيقه مرتين الحقيقه. قول عندي شغل. ازا عمي، هي ابغى اسالك سؤال الحين. سال. كيف تشوف شكلي انا؟ ها اشوف شكلك انسان محترم وبالناس. الحمد لله رب العالمين. الحين عاد اقدر اقول لك لا اله الا الله. قول ابوي، خلصني. قول كلم. قول. مو اقول لك يا عمي، مو اقول لك. اسمع عمي، بصراحه انا جايب الاهل معي، وكانت معاهم بنت اختي صغيره. انزين. وعندي 200 ريال في جيبي. ايه الله يهديهم الاهل. بس اشتروا بهذيل ال 200 ريال كلهم. انزين. واحنا طالعين من الدكان عندنا رايحين البيت، ايه بنت اختي صغيره ما تفهم، تشعبطت في لعبه بقيمه 20 ريال. انزين. مو زين عمي الله يهدي، مو زين. انا كان عندي هذا الاكل 200، الحين من هنا اجيب 20 ريال. فانا اقول يعني لو تسلفني انت هذه ال 20 ريال الحين. انا مستعد يا عمي والله. هالشيك بكتب لك شيك. لا 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 بكتب لك يا عمي. تفضل هذا 20 ريال. هي بس عمي كيف اردم حالك انا الحين الله يهديك؟ لا تردهم الفلوس حالك، اي خدمه ثانيه فما لا. احسنت عمي احسنت. عمي لحظة لو سمحت. هذا الريال نام في المحل الظاهر، انا تنازعت وضاربته هو بعد ما وصل، لكن يلا ترى ماخذ انجيج ما عليه. ابو الخير. اوه ايش الياب هذا بيعطلني الحين. مالك باه، مالك الله يهديك. ما سوينا فيك شيء، ولا عقينا ملح البحر وسط مالح، ولا اغلقنا عليك في شيء عشان تقافينا هذا القفا. الله يهديك يا ثابت، ايش هذا الكلام يا اخوي؟ احنا اخوه. اشوفك بعد ما تزوج بدر وسافر وانت مشغول بهاي التاكسي. خير ان شاء الله، مالك واقف؟ انتظر واحد صار لمده وبعد ما رجع. شي تبعه؟ يمكن القاه طلع وانت ما شفته. معقول ان اسويها؟ كل شيء ممكن. اقول لك دخل انت، دخل وادخل معاك. يلا خلاص خلاص خلاص.
يلا تعال نشوفه. يلا يلا هين هذا الانسان اللي تدور عليه. هين ادري المحلات مش هنا. ما قال لك هين صار هين دخل؟ ما قال لك؟ ما اعرف عنه. اه المحلات بيكون لهنا بس. شوفه لهنا بس. ما قال ايش يرد بس يرد هين ايش يرد؟ ليش وقف؟ تعرف اصيله؟ هي عرفها ماله؟ تدور على ولدها صار لها فتره وما لقت له. وانت ايش تذكر فيها الحين؟ شوفه شوفه. وش ناوي تسوي؟ ناوي اتفاهم معاه. السلام عليكم. عم 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 غرز الولد غرز غرز عشان تفرح. عمك هنا عمك. اهلا اهلا يا عمي اهلا. شرفتوا المكان انا فيكم. معقوله يا الطاغي تترك امك هذه المده وما تزورها؟ مشاغل يا عمي صدقني مشاغل مشاغل وهموم متكدسه. مشاغل وهموم متكدسه ها؟ وقلت لك انها مو تهمها ها؟ مكان جميل الواحد يفرغ فيه شحنه من المشاعر والاحاسيس. هالشيء نساف هذا نساف. امك ليش ما تزور امك ليش؟ اوعدك يا عمي اني راح ازورها في اقرب وقت. الحين وقدامي الحين؟ الحين لا يا عمي لانه عندي موعد مبرم. مبرم وقدام انا ما يخصني. بدك معي ولا لا؟ تمشي قدامي ولا لا تبك؟ هدي يا ثابت هدي. الناس بدها تشوف عليك. انا ما علي من الناس ولا على الناس مني. ومن شويه ارجوك من غير هذا الاسلوب لانه غير حضاري. حضاري مضاري صفاري انا ما يهمني. هتمشي قدامي ولا اخوضك دو. اوكي اوكي يلا شوفك يلا. اوكي يا عمي اوكي اوكي اوكي, أوكي, 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 أوكي. يلا يلا شوفك يلا. دوك دوك بيلك دوك بتاني يلا. صحيح لما قالوا اما العصا واما العصيده. علشان تشوف امك يجيبوك بالعصا؟ يا ناس يا ناس افهموني. ايش مفهمك ايش مفهمك؟ قولي جالس حاطر قل على قل وتشرب ذيك القهوه ومتكيف. اهزور امك ترى رضا الله من رضا الوالدين؟ يا جماعه يا جماعه انا الامور كما يبدو لي ابسط بكثير من هذا الزخم. امي بخير وانا بخير اذا وين المشكله؟ المشكله ان قلب الام حاتيك. يا امي يا امي ارجوك لا تربطيني بسوار انا اريد التخلص منه. الفتى في اوروبا لما يصل عمره ل 18 سنه يعين نفسه ويشوف مستقبله. انا ما قلت لك يا ولدي انك ما تشوف مستقبلك لكن لا تترك امك. يا امي تاكدي اني لحد الحين ما نسيتك. ابو وانت مسوينيه تتركها تنساها يعني؟ سمعي اها شوي شوي يا ثابت شوي شوي على الولد. خليني شوي ابغى اكلمه. على العموم انا طالع عنكم هناك ابو الخير انتظرني. مع السلامه. ها يا ولد طمني انت وين ساكن وكيف عايش؟ انا يا امي عايش كما يجب ان اعيش. يكفي ان الحين صار كل شيء باختياري. والله اني اولاد اخر زمن. نعم اولاد اخر زمن. لكن الناس سوي ما يسمعوا الكلام ابدا. وابو الخير هي وصلت بقى هي وصلت. اه معك معك. انت متى جيت؟ انا والله جيت امس. انت مالك تفكر ايش فيه؟ قول لي مالك. جالس افكر بيني وبين نفسي اقول يرجع بدر وزهرة من السفر يكون بيت ضيق ماشي ان احنا الثلاثة. زين يا اخوي ايش وازنك تسكن معاهم؟ ترى انا بستاجر البيت على ايش اسوي؟ وليش تستاجر بيت والمكان موجود؟ اي مكان هذا؟ تسكن معي؟ اسمح انت تريد اسكن بيت اصيلة؟ تو انت من قال تسكن بيت اصيلة؟ انت تقول اسكن معي؟ تسكن في بيتي. بيتك؟ من متى انت عندك بيت؟ ابو الخير شوف قمت غلطه قمت غلطه اقولها. اسمع لا تقوم تكلم هالكلام. ايش يعني انا انسان متشرد؟ انا متشرد؟ افهمني افهمني علام. انت كلامك اليوم غير علامك. انا قصدي اقول ان بيت اصيله زوجة اخوي المرحوم هذا البيت انا بس اجي اتغدى فيه وارتاح فيه كم يوم بس. لكن البيت موجود. تصدق انا اول مره اعرف انه عندك بيت. انا فكرتك تمزح معي. لا لا وانت الصادق انا ما امزح هذه حقيقه. وبعدين انت تعرفني زين انا من الناس اللي ما احب اعيش نفسي. تحصلني بين اليومين والثلاث ما اروح له. خلاص حنان اتحرك خلاص روح البيت وتتاكد نفسك وين ما عنده بيته وين اسمع انت مش انت امشي اتحرك يلا.
ابو الخير باستمر ابو الخير يصلح اغلاط الورى باستمر ابو الخير باستمر ابو الخير يا ترى هل يا ترى باستمر ابو الخير باستمر ابو الخير يصلح اغلاط الورى باستمر ابو الخير صاحبه من مر أمره غريب ما يندري بكرة يشوف معكم نطوف بكرة يشوف معكم نطوف في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير في دولة مع أبو الخير يصلح أغلاط الخير بكرة يشوف معكم نطوف بكرة يشوف معكم نطوف ودر مكانه وعايز زمانه هذا هو أبو الخير 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 هذا هذا هو أبو الخير هذا أبو الخير يلقاكم بكرة بالخير.